بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. يخبر تعالى أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة، وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه. ولعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك لصدقها وسلامة عبارتها ورونق معانيها، بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذلك محض منة من الله وإحسان. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة، فقال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن تضعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. فقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، لطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض. وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك، أن يصطفيك ويختارك بما يمن به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها،
ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن ربك عليم حكيم، أي علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ولما بان تعبيرها ليوسف قال له أبوه: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي حسدا من عند أنفسهم أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة، للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا في القصص والبينات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بنيامين، أي شقيقه، وإلا فكلهم إخوة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أي يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكونوا من بعده، أي من بعد هذا الصنيع، قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا تقتلوا يوسف، فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب. والحال: إنا له لناصحون، أي مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها، فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم، ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتنزه في البرية ويستأنس. وإنا له لحافظون، أي سنراعيه ونحفظه من أذى يريده. فأجابهم بقوله: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي، لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله. ومانع ثان وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة حريصون على حفظه، إنا إذا لخاسرون، أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع، سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر، ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إما على الأقدام أو بالرمي والنضال، وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة، فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه في استباقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم، ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أي مكث يوسف في الجب ما مكث حتى جاءت سيارة، أي قافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه
ويصبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك، فأدلى ذلك الوارد دلوه، فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج. قال يا بشرى هذا غلام، أي استبشر، وقال هذا غلام نفيس، وأسروه بضاعة، وكان إخوته قريبا منه، فاشتراه السيارة منهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بثمن بخس أي قليل جدا، فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي إما ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم، صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا، من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك، والله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ، لا يبطله مبطل، ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي لما بلغ يوسف أشده، أي كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم كثيرا والنبوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره على